وللمزيد حول الميليشيات الموالية لإيران في العراق وتوظيف النظام الإيراني لها في سياق الصراع الدائر في المنطقة، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا، حياكم الله. من المتعارف عليه الحروب بالوكالة، وتلجأ دول كثيرة لذلك الأسلوب في الحروب، وهذا ما تفعله إيران منذ زمن طويل، ولكن في هذه المرة كانت الفرصة متاحة كي تثبت إيران بأن القدس وفلسطين في صلب اهتمامها، وبأنها ربما فرصة قد لاحت لها من أجل أن تشتبك مع الكيان الصهيوني، لكن ذلك لم يحصل، وظلت تحتفظ بهدوئها وبرودة أعصابها وانضباطها العسكري رغم الضربات التي تلقتها، إلى أن ضربت تل أبيب قبل أو إسرائيل قبل فترة من الزمن. كيف تنظر إلى طبيعة هذا الرد دكتور؟ شكرا جزيلا أستاذ يونس مرة ثانية على الاستضافة الكريمة، تحياتي لك ولجمهور المتابعين الأعزاء. الرحمة والخلود لشهداء الثورة الفلسطينية وكل المقاومة العربية والإسلامية ضد الكيان الصهيوني الغاشم وأمريكا المجرمة ومن ورائهم حلف الناتو والغرب العنصري الذي أوغل بدماء الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والمجازر المروعة التي ترتكب، واليوم بالذات في جباليا وفي كل قطاع غزة من شمالها إلى جنوبها. الحقيقة يعني إيران ومحور المقاومة يبدو لهم استراتيج وتكتيك معين لتوزيع الأدوار أولا، اثنين باستنزاف الكيان الصهيوني لأطول فترة ممكنة، وتماما أيضا مثل ما حدث في حروب أخرى في العالم الآن على صعيد مثلا في أوروبا في أوكرانيا، هناك حرب استنزاف لأمريكا المجرمة والحلف الناتو والغرب العنصري. هناك توزيع أدوار ليس فقط بين ما يسمى محور المقاومة وإيران، وإنما توزيع أدوار أيضا بين تحالف دولي، هناك تحالف مع إيران يشمل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وبعض الدول إذا كان في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وحتى في أوروبا. هناك توزيع أدوار أيضا، هناك ما يسمى تعدد الأقطاب، نظام دولي جديد بعد أن ظهر بشكل واضح وجلي نهاية القطب الأوحد الأمريكي الغاشم الذي يهيمن على العالم، والكيان الصهيوني الذي سلب اغتصب الأراضي الفلسطينية المقدسة. هذا التوزيع الجديد في العالم الحقيقة جعل إيران الآن أكثر قدرة على الصمود والانتظار لمرحلة مهمة جدا وخطيرة جدا، وهي عملية استنزاف لهذا الكيان الصهيوني ومن وراء أمريكا، خصوصا أنه أمريكا الآن تمر بما يسمى مسرحية انتخابات رئاسية، فلذلك هذا الوضع الآن على الصعيد الدولي يصب لصالح القضية الفلسطينية قبل كل شيء. نحن لا تعنينا لا إيران ولا نظامها ولا ما يسمى أتباعها أو الحروب بالإنابة. أنا اللي يهمني الآن بشكل واضح وصريح هو شعبنا الفلسطيني الذي ذبح على مدار أكثر من 75 عام وسلبت أراضيه وسلبت مقدساتنا، وأيضا الشعب اللبناني والشعوب العربية والإسلامية. هذا الكيان الصهيوني يجب أن يزول إلى غير رجعة بقدرات وبتحالف عربي إسلامي يجمع الجميع، ولا يفوت الفرصة التاريخية مثل ما تفضلت في مقدمتك، أنه هذه فرصة فعلا تاريخية أن نستثمرها جميعا، ليس لصالح إيران وليس لصالح المقاومة العراقية أو المقاومة التي تتبع إيران، علينا أن نوحد الصف بشكل واضح، وهي هذه فعلا الفرصة التاريخية لذوبان المذاهب. نعم. والطوائف كما تلاحظ دكتور، نعم، الكيان الصهيوني ومن خلفه أمريكا تفرض الحرب والعدوان فرضا على دول مثل لبنان اليوم وإيران، وكانت غزة وفلسطين قد باغتتهم في 7 أكتوبر بطبيعة الحال، ودخلت في حرب استنزاف دفاعية حتى اليوم. فللأسف وبدأ أن هذه الأطراف لا تريد الحرب، تريد أن تساند لكن لا تريد أن تنخرط، لكن إسرائيل الآن تفرض هذه المعادلة.
وتريد أن تستفرد بغزة، وبالتالي لا يكون أحد قادر على الانخراط فيها مجددا، أليس من الأولى بالفعل أن تعيد هذه الجهات الاعتبار لأدواتها المقاومة، وبالتالي تفهم إسرائيل والأمريكان بأن هناك قدرة فعلا على لجم العدو، لأن شهية إسرائيل مفتوحة اليوم تجاه أطراف متعددة؟ الحقيقة نتنياهو واليمين الصهيوني المتطرف في فلسطين المحتلة يرغبون وجادين بجر الأمريكان وحلف الناتو إلى خوض حرب إقليمية شاملة. بالتأكيد إذا دخلت أمريكا ودخل حلف الناتو سوف يدمر المنطقة مثل ما دمر العراق ودمر سوريا ودمر فلسطين المحتلة ودمر أيضا جنوب لبنان الآن. لذلك اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وغالانت وغيرهم رغبتهم وجهودهم الحثيثة هو فعلا جر الشرق الأوسط بما يسمى أيضا هم يرغبون بتغيير خارطة الشرق الأوسط برمتها وإحداث تغيير على أساس الهيمنة الصهيونية العنصرية الغاشمة وهيمنة أمريكا. يعني هم حددوا 5 بلدان من مصر إلى سوريا إلى لبنان إلى العراق إلى الأردن حتى جنوب تركيا هو مشمول الآن وأدركت القيادة التركية على لسان السيد أردوغان بأنه المشروع الصهيوني بتوسعه الحالي يعني الحقيقة يجب التوقف عنده مليا، ولذلك استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وزير الخارجية الإيراني للإطلاع مليا على ما يجري وسيجري بالمستقبل من تغيير، لأنه القضية لم تعد قضية شعب فلسطيني واغتصاب الأراضي وصهينة غزة والضفة الغربية واحتلال جنوب لبنان، إنما الموضوع أشمل بكثير مما يتوقع العرب والمسلمون الآن. الموضوع موضوع أمريكي إمبريالي صهيوني غاشم، هيمنة مطلقة على الشرق الأوسط وإعادة رسم حدوده من جديد. لذلك أنا أؤكد على أن التصدي لا يقتصر على لا إيران ولا على محور المقاومة، يجب أن يكون هناك فعلا تحالف. وأيضا أدرك السيد أردوغان وهذه أكدها أكثر من مرة أن انتبهت له من أنه هناك يجب أن يكون تحالف عربي إسلامي، ولذلك زيارته كانت لمصر واستقباله لوزير خارجية والعلاقات المصرية التركية والعلاقات العربية التركية والعلاقات كل العلاقات الحقيقة حتى الدولية الآن تركز بشكل واضح على المذابح في فلسطين المحتلة وما ينتظر مصير الشعوب شعوب المنطقة من قبل الصهاينة ومن قبل أمريكا الغاشمة ومن قبل أيضا حتى حلف الناتو. ولذلك نركز على أن المستقبل في المنطقة الحقيقة محفوف بالمخاطر، إن لم ندرك بحجم هذه المخاطر وحجم المخطط المرسوم من قبل هؤلاء الصهاينة النازيين الجدد، لأنه بالفعل هناك نظام الآن نازي يتصدى ليس له من قبل روسيا والصين إذا كان في أوكرانيا وكوريا الشمالية وإيران وحتى تركيا يجب أن تكون مشمولة، ولذلك هناك تنسيق أيضا روسي تركي عربي خليجي مصري، هذا هو المطلوب الآن الحقيقة، التصدي بشكل واضح لحجم الكارثة التي سوف تحل إن تمادى الجميع عما ينتظر الشعب الفلسطيني. نعم. المجازر والإبادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة واضحة جدا اليوم والأمس وقبلها، الحقيقة وصل عدد شهداء الشعب الفلسطيني إلى أكثر من 50 شهيد بين معظمهم نساء وأطفال وأكثر من 100,000 جريح ومعوق ومصاب وتدمير شبه شامل. أكرر 42,500 الحقيقة 42,000 شهيد و10,000 ضحية تحت الأنقاض ما زالوا. نعم. لذلك أنا أؤكد على هذا حجم الكارثة التي تحل بالشعب الفلسطيني، هذا مؤشر خطير. لكنها دكتور يعني كلامك دفعني للسؤال عن
مواقف الدول العربية الكبيرة والرئيسة في المنطقة، وهي دول وازنة بطبيعة الحال حتى لو اتخذت موقف الحياد، لكنها دول كبيرة ووازن، لماذا صمتت واتخذت موقفا غريبا حتى من الناحية السياسية، وكأن كل ما يجري كما تفضلت من مخاطر لا تمس الأمن القومي العربي ولا تمس هذه الدول ولا حدودها، مع أنها دول على الحدود مع فلسطين المحتلة وبعضها ليس على حدود مع فلسطين، ولكن المشكلة فعلا أنها مطمئنة لذلك كما لو أنها لا علاقة لها بالمسألة، يعني حتى بأدنى حدود التحرك الإنساني الصرف لم تتحرك هذه الدول لكي توقف هذه المذبحة، والتي طبعا تتصاعد يوما بعد آخر، يعني في أقل من أسبوعين نحن نتكلم عن أكثر من 400 شهيد فقط في مخيم جباليا وفي محافظة الشمال، وتهجير وقتل وذبح. فكيف يفهم سياسيا دكتور هذا الموقف العربي والإسلامي من عدم التحرك بأي اتجاه، وكأن هناك اتفاق ما، كأن هناك رشوة سياسية كبيرة قد يعني حظيت بها تلك الدول وصمتت؟ نعم، كلامك حقيقة موضوعي وصحيح وسؤال مهم جدا. هذه الأنظمة خنعت، ومن بينها أيضا مجموعات من العملاء، وأنا أجي لك بخصوص الميليشيات الآن، وسؤالك الأول حول هل كل الميليشيات هي منخرطة بالمشروع الأمريكي الصهيوني الآن؟ الحكومة تشكل مجموعة من العملاء في العراق لأنه أتت بهم كل من إيران وأمريكا، وهم الآن يعني تحت ضغط وتحت هيمنة السطوة الأمريكية، لذلك التهدئة والهدنة الحقيقة بوجود القواعد العسكرية الأمريكية ووجود أجهزة المخابرات، إذا كان CIA وإذا كان الموساد، تعرف جيدا عناصر وأزلام هذا النظام البائس الذي أتت به أمريكا بنظام محاصصة يسيطر على العراق. الحقيقة يعرفون جيدا أنه أمريكا بإمكانها أن تقضي عليهم بتصفية جسدية مثل ما حدث بتصفية أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني في حادثة المطار في بغداد، لذلك هم جبناء خائفون مرعوبون، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد مقاومة في العراق، مقاومة شريفة فعلا تتصدى للمشروعين الصهيوني والأمريكي على الأرض العراقية، مثل ما تتصدى أيضا على أراضي فلسطين المحتلة ولبنان وسائر الوطن العربي. لذلك نحن لا نفقد الأمل بأن هناك فقط أنظمة عميلة، لكن هناك شعوب إسلامية عربية واعية الآن تتحرك بقدر المستطاع على إزاحة أولا هذه القواعد الجاثمة على صدور العرب والمسلمين، اثنين فعلا إسناد ودعم بكل الأشكال الدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين. لذلك أيضا هناك رأي عام عالمي دولي الآن أيقن بأنه القضية الفلسطينية لم تعد قضية شعب فلسطيني مغلوب على أمره، قيد باتفاقات أوسلو قبل 30 عام وانتهت القصة. الآن الشعب الفلسطيني قدم يعني الحقيقة شهداء، قدم قدوة مثل ما حدث مع يحيى السنوار، مثل ما حدث مع الشهيد إسماعيل هنية، مثل ما حدث مع كواكب من الشهداء الآن اختلفنا أو اتفقنا مع تفكيرهم ومع أيديولوجيتهم مع معتقدهم، إلا أنهم شهداء. استمرت هذه الثورة الفلسطينية بتقديم الحقيقة، من كان بالأمس من أطفال الحجارة من انتفاضة الحجارة في فترة المرحوم الشهيد أحمد ياسين شيخ أحمد ياسين، وصولا إلى عبد العزيز الرنتيسي، وصولا إلى يحيى السنوار، والقائمة مفتوحة. لكن بالنهاية إرادة الشعوب، إرادة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني عزيزي هي المنتصرة، إرادة الشعب العراقي هي المنتصرة، إرادة الشعوب العربية والإسلامية ستنتصر في نهاية الأمر، لأنه هناك صمود إلى جانب أو بالمقابل في الضفة الغربية يوجد عملاء، لكن العملاء أعمارهم قصيرة بالمقارنة مع أعمار وتاريخ هذه الشعوب التي فعلا تناضل بمعتقد الحفاظ على المقدسات وعلى الأرض والعرض
في منطقتنا العربية والإسلامية. نعم. دكتور اسمح لي بسؤال يعني يتعلق بصلب الموضوع الذي بدأنا به، وهو حول ما رجحته شبكة أكسيوس الأمريكية أن واشنطن تعمدت تسريب خطة الهجوم الإسرائيلية ضد إيران كي تستعد طهران لتلقي الضربة وبالتالي تخفف من وطأة ردة الفعل المستقبلية. هل هذا كلام مقنع؟ هل تكون الأمور بهذه الطريقة؟ وهل بالفعل يعني سترد إيران ردا قويا فيما لو قصفت لها أهداف مهمة؟ عزيزي، الحرب الآن بالإضافة إلى حرب ميدانية، حرب سلاح، لكن هناك أيضا حروب إعلامية، حرب نفسية، حرب سفرانية، حرب تصريحات. الوضع الآن أمريكا لا تمتلك كل زمام الأمور، لا هي ولا الكيان الصهيوني. أمريكا الآن تنهزم يوما بعد آخر، تنهزم في أوكرانيا وتنهزم في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية وفي منطقتنا. صدقني أستاذ يونس، إذا شدينا الأزر نحن كعرب وكمسلمين، أمريكا، والدليل على ذلك أنه المقاومة الفلسطينية في صبيحة أو في فجر يوم 7 أكتوبر الماضي في طوفان الأقصى أثبتت فعلا بما لا يدع مجال للشك أنه قادرة، هزمت العنجهية والغطرسة الأمريكية الصهيونية في ساعات معدودة واستمرت لغاية الآن. الثورة الفلسطينية تمتلك الآن أوراق لعب قوية جدا، لذلك أنا لا أستبعد أنه مثل ما محور المقاومة من جزء من عنده، إذا كان حزب الله وإذا كان حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، كل فصائل الثورة الفلسطينية الآن إذا فعلا تحالفت مع كل قوة الخير والحرية والاستقلال في العالم بما فيها حتى إيران، شئنا ما بينا، اتفقنا مع نظام الولاية الفقيهة أو اختلفنا معه، الآن الموضوع موضوع ميداني، موضوع قتال. أمريكا تحاول خلط الأوراق، فعلا تفويت الفرصة على العرب والمسلمين بتحرير فلسطين، وهذه القضية لا توقفهم عند تزوير الحقائق وبث واللعب بالأوراق وبث الإشاعات البروباغاندا التي فشلت أمريكا على لحد الآن بعد مرور أكثر من عام على طوفان الأقصى من أنه تمرر أجندتها الخارجية في إقامة شرق أوسط صهيوني. لذلك أنا أقول لك ما سرب من الخطة، خطة الهجوم على إيران من عدمها، هذه كذبة كبيرة. نعم. إيران أصبحت الآن شئنا أم أبينا مسنودة من قبل الصين، ولها منظومات الأس 400 والأس 500، ولها سلاح صواريخ بالستية وغيرها. أنا لست مدافعا عن إيران، لكنه أنا مدافعا عن القضية الفلسطينية، قضية شعبنا، القضية المركزية، قضية تحرير مقدساتنا في القدس. نعم. الشريف، قضية تحرير الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب العراقي والشعوب العربية والإسلامية. نعم. قاطبة. أشكرك. نعم. جزيلا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك.